بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم دكتورة آية الحديدي، مدرس واستشاري الأمراض الصدرية. بسم الله هنبدأ مجموعة ليكتشرز هنتكلم فيها عن السليب ديس اوردر ديبريس. فيرست ليكتشر هنتكلم فيها عن البولي سومنوجرافي. ان ذيس ليكتشر هنتكلم على الديفينيشن والكلاسيفيكيشن والانديكيشن والتكنيك اند التكنيكال سبيسيفيكيشن اوف البولي سومنوجرافي. فيرست اوف اول، البولي سومنوجرافي از دي جولد ستاندرد دايجنوستيك تيست فور سيفرال سليب ديس اوردرز. ومن اسمه طبعا بولي يعني مالتيبل وسومنو يعني سليب، فكلمة بولي سومنوجرافي يعني continuous measurement of multiple physiological parameters during sleep. البولي سومنوجرافي classified in two types، عندنا type 1 devices and portable devices. كلمة type 1 devices تطلق على traditional attended laboratory بولي سومنوجرافي اللي بتكون at least من 7 channels الأساسيين، ودول هنشرحهم بإذن الله in this lecture، اللي هما الاي اي جي والاي او جي والتشين اي ام جي والاي سي جي والاير فلو والريسبيرتوري ايفورت والاكسجين ساتوريشن. البورتابل ديفايسز واللي بيسموها هوم سليب ابنيا تيست فيها كذا نوع، عندنا تايب 2 ديفايسز وهي شبه تايب 1 ديفايسز بالظبط، يعني بتتكون برضو اتمنى من السبع تشانلز الاساسيين، بس الفرق بينها وبين تايب 1 ديفايسز ان هي ان اتندد بولي سومنوجرافي. وعندنا كمان type 3 devices وده بيتكون at least من 4 channels، اللي channels بتبقى respiratory movement وال air flow وال heart rate وال oxygen saturation. واخر نوع من ال portable devices اسمه type 4 devices وده at least بيتكون من 3 channels، one of them is air flow monitoring. في نوع من انواع ال portable devices اسمه peripheral artery tonometry وده بي ديتكت الريسبيراتري ايفنت نوت باي مونيتورنج الاير فلو زي باقي الديفايسز، بات باي المونيتورنج تشينج في السمباثيك تون اللي بيحصل مع الريسبيراتري ايفنت. طبعا مع الريسبيراتري ايفنت السمباثيك تون بيزيد، فهو عباره عن بورتابل ديفايس بيبقى متوصل بالديستال فالانكس بتاع الفينجر، لان الديستال فالانكس بتاع الفينجر ده اكتر مكان بيحصل فيه فازو كونستريكشن as a result of increase of sympathetic tone. According to the American Academy of Sleep Medicine, the polysomnography indicated في كذا indication polysomnography، في طبعا sleep related breathing indication وفي other sleep disorder indication. According to the American Academy of Sleep Medicine طبعا أهم indication هو routine diagnosis of sleep related breathing disorder وفور باب titration after diagnosis طبعا of sleep disorder disease. ممكن استخدمه pre-operative للبيشنت اللي هيعمله upper airway surgery for OTA or for snoring، وممكن استخدمه كfollow-up. follow-up امتى؟ بستخدمه كfollow-up session بعملهم sleep study بعد upper airway surgery او بعد other treatment، يعني بعد weight reduction او بعد oral appliance for treatment of OTA بعمله follow-up sleep study، او لو البيشنت lost or gain weight بعمله برضو follow-up sleep study. الأذر sleep disorder indication ممكن استخدم البوليسومنوجرافي for diagnosis of narcolepsy، وبستخدم ساعتها حاجة اسمها multiple sleep latency test بإذن الله هنتكلم عنه في next lecture، و for diagnosis of nocturnal epilepsy and diagnosis of REM sleep behavior disorder، وده نوع من أنواع الباراسومنيا بيبقى البيشنت فيها عنده dream enacting. برضو ممكن استخدم البوليسومنوجرافي for diagnosis of insomnia، بس مش كل حالات الانسومنيا، لا انا بستخدمها لو insomnia after failure of treatment or insomnia انا suspect ان فيها comorbid sleep disorders. ممكن كمان استخدم البوليسومنوجرافي for diagnosis of parasomnia، بس parasomnia with unusual or atypical presentation. اخر حاجة لو البيشنت عنده excessive leg movement انا ممكن استخدم البوليسومنوجرافي for diagnosis of periodic limb movement disorder. طيب انا لو عندي بيشنت جالي العيادة، انا هحط البيشنت ده على اي ديفايس، اي نوع هحطه؟ على type 1 laboratory polysomnogram ولا هنحطه على portable monitoring؟ مبدئيا كده portable devices can miss diagnosis of الأوسة، وبالذات can miss diagnosis of الهايبوبنيا، علشان كده النيجاتيف ريزلت بتاعتهم بتبقى أعلى. فأي patient عنده low risk factor for أوسة أو patient comorbid conditions يفضل إن أنا أعمل له laboratory polysomnography. ودي الأمريكان أكاديمي أوف ستيب ميديسن ريكومنديشن للبورتابل مونيتورينج. فزي ما قلنا الامريكان اكاديمي اوف ستيم ميديسن ريكومند البورتابل مونيتورنج فور دايجنوستس اوف الاوسا
in patients laboratory polysomnography not possible. Not possible ليه؟ يعني لو ال waiting list مثلا بتاعة ال laboratory polysomnography طويلة قوي مثلا، فبضطر اعمل ال portable monitoring، او لو ال patient immobile او critically ill مش هقدر اجيبه ال lab، فبعمل له برضه portable monitoring. تاني indication ال portable monitoring ممكن monitor ال non sebac treatment for OSA، يعني ممكن اعمل له ك follow up session after weight reduction او after oral adjuvant او after upper airway surgery. وزي ما قلنا ال portable monitoring not appropriate for diagnosis of comorbid sleep disorders، يعني not appropriate for diagnosis of central sleep apnea or polluted limb movement or insomnia أو برسونيا. و portable monitoring برضو not appropriate for patients اللي عندهم comorbid disorder، لأن ال patients دول بيحتاجوا monitoring طبعا، لازم تبقى attended و laboratory polysomnogram أحسن ما يبقى unattended أو home devices. آخر حاجة طبعا إن ال portable monitoring not appropriate لو ال patient asymptomatic زي ما قلنا. ال American Academy of Sleep Medicine recommend ان ال portable monitoring at least لازم تريكورد ال air flow وال respiratory effort وال oxygen saturation، ولازم يبقى فيها ability to display raw data، اقدر اطلع الرو داتا بتاعتها واعمل لها manual scoring. وزي ما قلنا ان ال portable monitoring ال false negative بتاعتهم result يعني تبقى عالية جدا up to 17%، علشان كده لو عيان انا high risk for OSA والريزلت بتاع البورتابل موتورنج طلع نيجاتيف، لازم طبعا اعمله اللابوراتري بوليسومنوجرام تاني. هنتكلم دلوقتي عن التكنيك اوف البوليسومنوجرام. اول حاجه هنتكلم على الريكوردنج روم، والريكوردنج روم بتبقى عباره عن تو ادجيسنت روم فاتحين في بعض، بينهم باب مشترك، في اوضه منهم البيشنت هينام فيها، والاوضه التانية بيبقى التكنولوجيست والمونيتورنج اباريتس قاعد بيراقب البيشنت. الأوضة اللي البيشنت هينام فيها لازم تبقى هومي وكونفورتابل، وتبقى ساوند بروف، وتبقى اير كونديشنز، ويبقى فيها اسوشيتد باثروم علشان تبقى مريحة للبيشنت طبعا ولو احتاج الباثروم ات نايت. ويبقى بين التو رومز يبقى في انتركم سيستم عشان اقدر اتواصل مع البيشنت وانا قاعدة في الاذر روم. يستحسن يعني يفضل ان البيشنت قبل الداي اوف السليب ستادي يجي يشوف الاوضه ويبص عليها عشان تبقى يبقى فاميليار معاها ومتبقاش بالنسبه له اوضه غريبه. ايه الانستراكشنز اللي هقولها للبيشنت براود للبوليسومنوجرافي؟ مهم قوي اقول له ان هو يمنتين الريجولار سكيدول بتاعه، بس افويد اني ناب ديورينج الداي، وافويد الكحول اند كافيين اور سيداتيفز ديورينج الداي اوف السليب ستادي، وأفويد أي سيفير اكسرسايز اون ذا داي اوف ذا ستادي. ومهم ان انا استراكت البيشنت تو واش اند دراي الهير وداوت اني هير اويل اور سبراي اور جل، علشان طبعا اقدر احط الالكترودز وان الالكترودز تلزق كويس في شعره. بالنسبه للفيميل طبعا تأفويد النيل بوليش علشان اقدر اتابع الاكسجين ساتوريشن. لو البيشنت ماشي على ميديكيشنز يمنتين الريجولار ميديكيشن بتاعته، بس مثلا لو ماشي على اديوريتكس يفضل طبعا ان هو يعني ما ياخدهاش بالليل علشان يقدر ينام طول الليل كويس. ولو بياخد في ريجولار ميلز ناس متعود عليها ياخدها عادي، لو محتاج سناك بالليل يجيبها معاه، ويجيب معاه كونفورتابل بيجامه او كونفورتابل حاجه يلبسها، يعني حاجه مريحه يلبسها وهو نايم. ايه هي البارامترز اللي هتابعها او هعملها مونيتورنج ديورنج البوليسومنوجرافي؟ زي ما قلنا 7 اساسيين، اللي هو الاي اي جي والاي او جي والاي ام جي والاي سي جي والاير فلو والافورت والاكسجين ساتوريشن. ممكن في بارامترز اكتر من كده اتابعها، زي مثلا الليج اي ام جي او البادي بوزيشن او السنورنج او البي سي او 2 زي ما هنقول باذن الله. ده شكل طبعا الديفايس، بيبقى صغير خالص كده قد كف الايد، بيبقى فيه اتاتشد له طبعا الكابلات بتاعت الالكترودز كلها متوصله بيه. هنتكلم دلوقتي على التكنيكال سبيسيفيكيشن اوف الالكترودز. اول حاجه هنتكلم عليها هنتكلم على التكنيكال سبيسيفيكيشن اوف الاي اي جي او الالكترو انكيفالوجرام. ازاي بحط الالكترودز بتاعت الالكترو انكيفالوجرام؟ عن طريق حاجه اسمها 10-20 سيستم. انا بقيس المسافه بين النازيون والانيون. النازيون دي اللي هي الدبريشن اللي بين التو ايز اللي فوق النيزل بريدج على طول،
والانيون دي الموست بريمننت بون اللي موجوده في الباك اوف ذا سكال. بقيس المسافه دي كلها وبقسمها بالمنظر ده بالظبط 10 20، بقسمها 10% 20% 20% 20% 20% 10%. يعني مثلا لو المسافة دي بتاعتها طلعت 50 سنتي، 50 سنتي 10% يعني 5 سنتي، فهتبقى هنا 5 سنتي زين 10 سنتي 10 سنتي 10 سنتي 10 سنتي زين 5 سنتي في الآخر. وبقيس برضو المسافة between the two mastoid process وبقسمهم نفس التقسيمة 10 20 20 20 10. تمام. أسامي الإلكترودز بتبقى according للسايت بتاعها، يعني عندنا فرونت وبولر، وعندنا فرونتال، عندنا سنترال، عندنا برايتال، وعندنا أو أوكسيبيتال، ولاترالي في التي اللي هي التمبرال. طبعا ده الرايت أوف ذا بيشنس وده الليفت، لأن ده طبعا ده فيو من فوق، فده الرايت وده الليفت. الإيفن نمبر بتبقى تو ذا رايت، والأود نمبر الأعداد الفردية بتبقى تو ذا ليفت. وده شكل طبعا الالكترود بتاعته بتتلفق، عشان كده قلنا لازم البيشنت يبقى غاسل ومنشف شعره كويس جدا من غير اي اويلز عشان الالكترود تلزق في شعره. في الديزاين كاب دي كويس قوي، يعني بتسهل طبعا ان انا احط الالكترود في مكانها الصح. في عندنا السايت بتاعت الالكترود، في عندنا حاجه اسمها ريكومندد درايفيشن، يعني ريكومندد سايت، وفي اكسبتابل لو في مشكله في الريكومندد درايفيشن. الريكومندد درايفيشن عندنا اللي هو F4M1 C4M1 O2M1، والباك اب الكترود بتبقى على الاذر سايد، يعني على الليفت سايد F3 وC3 O1 على M2. لكن الاكسبتابل درايفيشن بتبقى في FD TD وC دي OD وC4M1، والباك اب بتاعهم بتبقى فرونت بولار V وC3 O1 وM2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المنظر ده كده، ده السايت بتاع الكومندد درايفيشن، دي الاماكن اللي هحط عليها الالكترود بتاعت الاي اي جي. بحط F4 على M1 طبعا، و C4M1 و O2M1، والباك اب بتاعهم على الليفت سايد F3M2 C3M2 و O1M2، وده الريكومندد درايفيشن. نيجي للاكسبتابل درايفيشن، عندنا FZ CZ و CZ OZ، وعندنا C4 M1، والباك اب بتاعهم بيبقى فرونت بولار C و D3 و O1 على M2، وده اسمه الاكسبتابل سايت او اكسبتابل درايفيشن فور الاي اي جي. نيجي تاني حاجة هنتكلم عليها، هنتكلم عن التكنيكال سبيسيفيكيشن اوف الكترو اوكلوجرام. عندنا برضو في ريكومندد درايفيشن وفي اكسبتابل درايفيشن. الريكومندد درايفيشن عندنا E1 M2 وE2 M2، ومادام قلنا E1 يبقى دي الليفت اول، لانها يعني طبعا عدد فردي، يبقى افهم من كده ان هي تو الليفت، لكن العدد الزوجي موجود على الرايت، يبقى E1 M2 ده الليفت اي والE2 M2 ده الرايت اي. عندنا في ريكومندد سايت وفي اكسبتابل درايفيشن. الريكومندد درايفيشن E1 بتبقى السايد بتاعها 1 سنتي لاترالي and 1 سنتي below left outer canthus كده، والE2 بتبقى 1 سنتي lateral and 1 سنتي above right outer canthus بالمنظر ده referred to المستويد N2 يعني. لكن الاكسبتابل درايفيشن بتبقى الاي 1 نفس السايز بتاع الريكومندد، لكن الاختلاف بيبقى في الاي 2، بيبقى الاي 2 1 سنتي لاترال اند 1 سنتي بلو الرايت اوتر كونتاكت وريفيرد تو فرونت بولر زي. During recommended derivation الموفمنت بتاع الاي بتبقى اسمه out of phase، لكن during الacceptable derivation لو vertical movement بيبقى in phase، او لو horizontal movement بيبقى out of phase. يعني ايه الكلام ده؟ هنقول دلوقتي. وليه لازم اعرف الموفمنت بتاعة الاي؟ علشان اعرف الالكترودز محطوطة صح ولا لا قبل ما ابدأ السيشن بتاعت السليب او قبل ما ابدأ الريكوردينج. يعني ايه out of phase deflection بتاع recommended derivation؟ ده recommended derivation اهو، ال E1 1 سنتي laterally and 1 سنتي below left outer canthus، وال EI بتبقى فوق ال right outer canthus referred لل M2. ال E1 M2 يعني دي left eye ودي طبعا ال right eye، فعندي ال patient لو هيلوك لل left، ال left eye هتبقى positive لكن ال right eye هتبقى negative، يعني out of phase.
والعكس هيبقى لو العيان بص تو ذا رايت هيبقى الليفت اي نيجاتيف والرايت اي بوزيتيف، يعني برضو اوت اوف فيز موفمنت. نيجي للاكسبتابل درايفيشن اللي هي بتبقى اي 1 واي 2 الاثنين بلو الاوتر كانسس وريفيرد تو فرونت بولار تي. فعندي بيختلف اذا كان العيان بيبص هوريزونتال ولا بيبص فيرتيكال. لو البيشنت بيبص هوريزونتال تو ذا ليفت او تو ذا رايت بيبقى اوت اوف فيز زي الريكومندد درايفيشن بالظبط. الليفت اي لو بيبص تو ذا رايت هيبقى نيجاتيف، وايل الرايت اي هتبقى بوزيتيف يعني اوت اوف فيز، والعكس لو البيشنت هيبص تو ذا رايت. لكن لو البيشنت بيبص فيرتيكال هيبقوا الاثنين ماشيين مع بعض. لو هيبص اب هيبقى ان فيز، وهيبص داون هيبقى برضو ان فيز. تالت حاجة هنتكلم عليها هنتكلم على التكنيكال سبيسيفيكيشن اوف الالكترو مايوجرام. عندنا تلاتة الكترود تشين زي وتشين تو وتشين وان. كلمة تشين زي افهم ان هي في الميدل لاين بدل اسمها زي، بتبقى 1 سنتي اباف الانفيرور ايدج اوف الماندبل، وتشين تو بتبقى 2 سنتي بلو 2 سنتي تو ذا رايت اوف الميدل لاين اوف الانفيرور ايدج اوف الماندبل، والتشين وان بتبقى شبه التشين تو بس تو ذا ليفت. في اثر الكترون ممكن ازودها بس طبعا دي مش اساسيه معانا. لو انا عايز اشخص بريودك لمب موفمنت او عايز اشخص اذر موفمنت ديس اوردر ممكن احط طبعا يعني اللمب اي ام جي مش موجوده في كل الاجهزه، في اجهزه فيها وفي اجهزه ما فيهاش. المهم ان السبع شانلز الاساسيين معانا، ومن السبع شانلز الاساسيين التشين اي ام جي، لكن النوع لمب اي ام جي مش الشانل الاساسي معانا. بحط فين اللمب اي ام جي؟ بحطهم على التبيالة انتيرو ماسل، وبين كل بين كل الكترود والتاني 2 او 2.5 سنتي. ممكن احطها على الاكستنسور ديجيتورم في الابر لمب لو انا عايزة اشخص بريدك لمب موفمنت او نكتورنال ايبلبسي. رابع حاجة هعملها مونيتورنج، هعمل مونيتورنج للريسبيراتوري ايفورت. في 5 طرق اعمل بيها مونيتورنج، بس في طريقتين مش بيستخدموا اللي هما ال impedance pneumaticograph وال respiratory magnometer. في ال other 3 طرق يعني بتستخدم، عندنا ال intraesophageal pressure monitoring وال respiratory inductive pre-seismography وال piezoelectric strain-go، ودي اللي هنتكلم عنها. اول حاجه الانترا اوسوفيجيال بريشر مونيتورنج او الاوسوفيجيال مانومتر، وده جولد ستاندرد طبعا، ده ادق حاجه اقيس بيها الريسبيراتوري ايفورت. بس الفكره ان هو سيمي انفيتيف بروسيس، لان هو عباره عن نيزو جاستريك بالون بتدخل انترا اوسوفيجيال عشان اقيس بيها البلورال بريشر تشينج. واحنا عارفين طبعا ان البلورال بريشر بيبقى نيجاتيف في الانسبيريشن بيبقى بوزيتيف في الاكسبيريشن، فاقدر اديتكت اي ريسبيراتوري ايفورت، وده طبعا مش بيستخدم كتير لان هو سيمي انفيتيف زي ما قلنا. ايه اللي بيستخدم؟ ده اللي بيستخدم اللي هو الريسبيراتوري اندكتيف بليتيسموجرافي. الريسبيراتوري اندكتيف بليتيسموجرافي وده اكتر حاجه بتستخدم، اللي هو اسمه ديب. عندنا شيست بيلت وعندنا ابدومينال بيلت، بيقيس طبعا اي ريسبيراتوري ايفورت حصل لما بيقيس التشنج في الكروس سيكشن بتاع الثوركس او الابدومين. هي مشكلته ان لو العيان بيتحرك كتير ممكن يحصل ديستورجمنت للبيلت ده ويقع. تالت نوع اللي هو البيزو الكتريك سترين جوك، هو برضه بيلت زي الريسك، بس البلت بيبقى فيه كريستال بتأمت الكتريكال سيجنال بيدتكت اي تشينج في البريشر او تشينج في اللينس بتاع الشيست او بتاع الابدومين. مشاكله زي مشاكل الريب بالظبط، ان هو ممكن يحصل له ديسلوجمنت. لكن الامريكان اكاديمي اوف ستيم ميديسن نوت ريكومند البيزو الكتريك سترين جوك، لان هو لقوا ان هو مش اكيوريت قوي. يعني احنا اللي بيستخدم معانا اكتر حاجه بتستخدم اللي هو الريب. نيجي على خامس حاجة هنعملها مونيتورنج، هنعمل مونيتورنج للاير فلو. الاير فلو مونيتور بطريقتين، يا اما اورو نيزل ثيرمال ديفايس او ثيرمستر او نيزل بريشر ترانسديوسر، ومعظم الاجهزة بتستخدم التو ديفايسز مع بعض. عندنا الثيرمستر او الاورو نيزل ثيرمال ديفايس ده شبه النيزل كاميرا بالظبط، بيتحط بتوين النوز والماوس بيديتكت تشينج في التمبريتشر. مع الانسبيريشن طبعا الهواء بيبقى كول، لكن مع الاكسبيريشن الهواء بيبقى مور وارمر، فبيديتكت الريسبيراتوري اير فلو بالتشينج بالتمبريتشر. هو ليس سنسيتيف عن النيزل بريشر ترانسديوسر. النيزل بريشر ترانسديوسر فكرته ان هو بيقيس التشينج في النيزل بريشر، طبعا مع الانسبيريشن هيبقى مور نيجاتيف، مع الاكسبيريشن هيبقى مور بوزيتيف، فهيديتكت اي اير فلو. وهو طبعا مور سنسيف عن الثيرموستر، بس مشكلته اللي هو لو البيشنت ماوس بريسر مش هقدر اديتكت الفلو، علشان كده معظم الديفايس غالبا بتستخدم الاثنين مع بعض.
ثالث حاجة هنقيسها هنقيس الأكسجين ساتوريشن طبعا بالبلس أوكسيمتر كلنا عارفينه، بيقيس الساتوريشن وبيقيس الديوريشن أوف الدي ساتوريشن، قعد قد إيه دي ساتوريتد، ودي أهم حاجة طبعا. سابع حاجة عملها مونيتورنج، هعمل مونيتورنج للبادي بوزيشن، مهم أعمل مونيتورنج للبادي بوزيشن علشان معظم ال respiratory events بتبقى more worse on supine، وفي حاجة عندنا اسمها أصلا positional OSA زي ما هنقول بإذن الله لو احنا بنشرح ال obstructive sleep apnea. ازاي اقدر افيدكت البادي بوزيشن؟ يا اما عن طريق مونيتورنج للبيشنتس وانا شايفه في الاوضه اللي جنبه، احنا قلنا هما تو رومز، انا قاعده تابعه من اوضه بينهم باب مشترك، او عن طريق ان انا احط له سنسور على الشولدر بتاعه. رقم 8 هعمل مونيتورنج للسنورنج عن طريق الميكروفون اللي بتتحط على النك. اخر حاجه ممكن اعملها مونيتورنج، وده طبعا مش في كل الاجهزه لان ده مش من السبن من مش من السبن شانلز الاساسيين، اقدر اعمل مونيتورنج لل سي او 2. في ثلاث طرق اقدر اعمل بيها مونيتورنج، طبعا في طريقتين نون انفيسيف ودول اللي اقدر اعمل بيهم كونتينوس مونيتورنج طول الليل، ودول طبعا احسن، وفي طريقه انفيسيف اللي هي طبعا الاي بي جي، ودي طبعا مش هقدر اعملها مونيتورنج طول الليل لان ما ينفعش اسحب اي بي جي والبيشنت نايم طبعا، فانا ساعتها بسحب له الاي بي جي اول ما يصحى من النوم، early morning after the sleep study، بعد ما يخلص جلسه النوم بسحب له عينه الاي بي جي. لكن ال two other measurement اللي هم non invasive اللي اقدر اعمل بيهم monitoring all over the night، عندنا الكابنوجرافي ده بيقيس ال end tidal CO2 في ال expired air، وعندنا ال transcutaneous monitoring وده بيقيسه across the skin لان ال CO2 بيحصل له diffusion across the body tissue وال skin، فاقدر اتكت بيه ال transcutaneous CO2. وده شكل الكابنوجرافي بيتحط شبه الناس الكانولا كده، وده شكل الترانس كوتينيوس سي او 2 مونيتوري. فاينلي طبعا العيان بيبقى في المنظر ده كده، بيبقى كله سلوك بيتوصل في الاي اي جي والاي او جي والاتش ان اي ام جي والبلس ساتوريشن والريب، عندنا الشيست بيلت وعندنا الابدومينال بيلت، وهنا كمان متوصل في اللمب اي ام جي، طيب متوصل في هتتكت السنورنج وهتتكت الفلو عن طريق الثيرموستر او النيزل بريشر ترانسديوسر، تمام، وهيبقى نايم كده كل الوصلات متوصله بالجهاز، الجهاز اللي هو بتاع البادي بتاع الجهاز، وانا في الاوضه الثانيه قاعده اتابع المونيتور، ودي الشاشه اللي قدامي اللي قاعده اتابع بيها البيشنت. قبل ما ابدا الريكوردنج لازم بعمل حاجه اسمها البايو كاليبريشن عشان اتاكد ان الالكترود اللي انا حطيتها اولا اتحطت صح وشغاله كويس. ده هي انستراكشن بقولها للعيان يعملها، كل انستراكشن هدفها ان انا اتاكد من الكترود معين، يعني هقول له ريلاكس اند كيب يور ايز اوبن عشان اشوف الاي او جي، واقول له كلوز يور ايز اند ريلاكس وذاوت سليبنج لمده 30 ثانيه، بعد كده هقول له يبص يمين ويبص شمال عشان اشوف الكونجكت موفمنت بتاع الاي او جي الكترود، هخليه يكرر الحركه دي 3 مرات، بعد كده هقول له يعمل بلينكينج لمده 5 مرات، هقول له يكلينش الجو عشان اشوف التشين اي ام جي شغال كويس ولا لا 5 مرات برضو، وهقول له تيك بريس وانهاليشن واكسهاليشن لمده 5 سبريت عشان اشوف ال effort respiratory effort detection of the effort، وهقول له يهولد البريس عشان اشوف الفلو detection المونيتورنج بتاع الاير فلو، اخر حاجه هقول له كاونت من 1 ل 5 عشان اشوف السنورنج شغال ولا لا، وهشوف اخر حاجه سلكشن واكستنشن للرايت فوت والليفت فوت 5 مرات عشان لو انا موصله له ليج او لو لمب اي ام جي اشوفهم شغالين كويس. Thank you and in the next lecture we will continue on polysomnography staging of sleep بإذن الله.